مساء الخير. اليوم حابب أحكي قصة حلوة عبرة كانت موجودة، مع أن القصد من الكلام أنه الحياة كلها تاريخ ومتكرر مثل أسطوانة، دائما بيكون نفس الأحداث بس تختلف الظروف اللي حواليها. بدي أحكي على مملكة كان اسمها مملكة ميا فارقين. هالمملكة هي موجودة كانت بالشمال السوري، وكانت هي بمواجهة البيزنطيين، دائما كانوا يبعدوا خطر البيزنطي عن المنطقة، مشان هيك كانت مهمة كتير، وخاصة بالقرن 13 الميلادي، وهلا رح أحكي عليها. كانت المملكة حتى هي بتسيطر كمان على، خلينا نسميها حوض الفرات الأوسط، يلي هو منطقة هلا حاليا الجزيرة السورية. مشان هيك كانت مهمة كتير، أي غزو بده يجيها لازم كان يمر من هالمنطقة، إذا كان جاي من الغرب أو من الشمال نفس الشيء، وبالتالي بقى قوتها هون إنها تقدر تحافظ على الشمال السوري. بالعام 1258 إجا هولاكو وقدر يفوت على المنطقة، وقدر إنه يسقط الخلافة العباسية بمدينة بغداد، معروفة كانت السبب. هدول المغول اللي اجوا هدول كانوا ما بيعرفوا غير القتل والسلب والنهب، وبيدمروا كل شيء بطريقهم، ما بيستنوا ابدا. مشان هيك بنشوف نحن دائما في عنا قوة بهالشكل هاد. بغض النظر بكل الاحوال شو اللي سوا، هولاكو شاف درس المنطقة تماما، وعرف انه في مملكة هون، هالمملكة هي قوية ولازم يتجاوزها قبل ما يكمل دخوله لوين؟ لمنطقة بلاد الشام. وفعلا هو هيك، قالوا له جماعته انه في عندك هي ميا فارقين، لازم مهم كتير انه ننهيها قبل ما نفوت. وهذا الشيء اللي صار. اول شيء بطريقة واخرى صار هولاكو يبعث له رسائل لملك ميا فارقين اللي كان اسمه الناصر محمد ابن ايوب، ابن شادي بن ايوب، يبعث له اخبار انه يا اخي استسلم، لانه انا بدي استبيح كل شيء، بدي اخذ كل شيء. واغلبيه الامراء الايوبيين كانوا يتهاونوا كثير مع مين؟ مع هولاكو، بس مقابل الحفاظ على الكرسي مو اكثر. بهذاك الوقت كمان كانوا هن العائله الايوبيه بعد صلاح الدين كلياتها تفككت، وما عاد في شيء اسمه وحدة بيناتهم، صار في عبارة عن تنافس، صار في عبارة عن صراعات على السلطة وعلى كمان نشر سلطة قوتهم بممالكهم، بقصد المنطقة. شو صار بعدين؟ الناصر ما رضي، قال لا أخي ما بدي، راح عمل اجتماع نسميه احنا اجتماع قمة مع مين؟ مع مثلا مع الناصر يوسف الأيوبي، الملك الناصر يوسف، هي كان بدمشق هي كانت، وكان في كمان مع الملك الأشرف، الملك المغيث، إنه تعالوا لكم هلا هدول إذا فاتوا أول شيء أنا راح كون، لكن بعدين أنتوا راح يلحقكم البل. الجماعة قالوا له يلا، ونحن بنساعد ونحن بندعمك ونحن ونحن، واحتفلوا فيه مظبوط بمدينة دمشق على أساس يلا. كان هون الخداع موجود، وهو فعلا بعد ما طلع من مدينة دمشق كانوا ناويين النية انه ما يساعدوه، وهذا الشيء اللي صار. رجع على مملكته، وبمملكته هنيك اجا هولاكو وحاصر المدينة لمدة سنة ونص، في شيء يقال سنتين. بكل الأحوال حصار المدينة أدى لشغلات كتير، يعني مو معقول يتحملوا سنتين أو سنة ونص بهالشكل هاد، لا في أكل لا في شرب لا في كذا كذا كذا، مهما كانوا أقوياء. وبالتالي بعدين اجى الملك الناصر قال رح استسلم، وراح عند هولاكو. هولاكو قال له اهلا وسهلا، انت اللي كنت عم تعمل لي مشاكل، يلا اخذوه عذبوه. يعني في قصص انه كان هو هولاكو شربان وكذا، يعني هذا لمجرد صف حكي. النتيجة انه عذبه ثم قطع رأسه، ويقال انه اخذ قبل ما يقطع رأسه اخذ قطع من جسمه من لحمه اللي كان عم يقطعه وخلاه ياكله. تصوروا كيف يعني هذا الحكي هذا، والله اعلم. الشيء اللي صار بعد منه انه اعوان هولاكو اخذوا
الرأس اللي قطع واجوا فيه لمدينة حلب، ومن حلب لحما دمشق، حمص دمشق، ومن ثم بالليل علقوا الرأس على باب الفراديس اللي هو أحد أبواب مدينة دمشق القديمة السبعة. علقوه بالليل. تاني يوم الصبح أهل دمشق فاقوا وعملوا هيك، لقوا الرأس موجود. زعلوا كتير عليه. أنا عم أقول على الشعب نفسه، ما عم أقول على الملك. كان يوسف كان غلط، يوسف ما سوى شيء، يوسف لا دعمه ولا عمل، وقال حايد عن ظهري بسيطة. والله يرحم في الموهبة اللي قالها. ده كمل القصة. المهم أدخلوا الرأس لمدينة دمشق، ومباشرة وين حطوه؟ في كان هون على باب المدخل مدينة دمشق، كان هون من جوا طبعا في جامع، لأنه كان هون بكل أبواب مدينة دمشق كله كان في جوامع، في عنا 7 أبواب كان في جوامع. هي العادة مو يعني على وقت الإسلام، لا، من قديم الزمان كانوا على أبواب المدينة كانوا يحطوا معابد، ومن ثم بعدين مثل ما قلت هلا يعني جوامع معينة صاروا يحطوها هنا على الأبواب. الرأس حطوه بجامع، سمي جامع الرأس، حطوا الرأس هناك، دفنوه بقصد بكلامي. تمام، هون بقى لي وصلت أنا اللي أنا بحاول دائما بجمع بين أنا الموقع والأحداث اللي صارت فيه، لحتى إذا كنا وقفنا نحن بنفس النقطة اللي نحن فيها أو المكان اللي عم بحكي عليه نقول شو كان وشو صار. المهم هون بعد فترة معينة عملوا في كمان جنب منه كان في، حتى ما انه كمان اخلط كثير وتكون اموري واضحة تماما، كان في شيء كمان تربة للسيدة رقية. ليش سيدة رقية؟ رقية لانه هي كانت صغيرة، طفلة صغيرة، كان عمرها ما بتجاوز 4 سنين. المهم انه رقية هي من آل البيت وبنته للحسين، أولاد عم محمد صلى الله عليه وسلم. الشيء اللي صار بقالي إنه بالفترة هي السابقة كبروا هنين، يعني في ناس كبروا المنطقة اللي فيها التربة اللي فيها دفنت، بقصد بكلامي هي رقية بنت الحسين، كبروها وأخذوا الجامع الرأس كمان من ضمنها، صارت هي مقام كبير وظبطوه وسووه، وصار هلأ عبارة عن مكان بالعالم، مزار صارت العالم كلها تجي لتزوره. دفعوا عليه الله بيعلم قديش، لكن هو طلع فعلا فعلا يعني تحفة معمارية، تحفة دوكرينو شغلة كذا، يعني مميز كتير. وأغلب الناس اللي بيجوا بيزوروا، مئات المئات بتجي يوميا لحتى تفوت تزور هالمقام هذا اللي عم بحكي عليه، يلي ضم قبر الرأس وتربة رقية بنت الحسين. القصد من الكلام انه يقال انه بعد فترة من دفن رأس الملك الكامل، طبعا هذا الملك الكامل مو الملك الكامل الثاني تبع مصر، في واحد تاني اسمه الملك الكامل تبع مصر لسه على سيء كثير، هداك كان عرض على الفرنجة انه تعالوا ارجع لكم مدينة القدس يلي صلاح الدين استردها بالقوة، تعالوا حتى ارجع لكم اياها. شوف هاي الصراع كانوا على السلطة، هاي كانت الصراع بين افراد الحكم، بقصد الايوبي بالفترة هاي، أحفاده لصلاح الدين الأيوبي يوسف. المهم بالموضوع يقال أنه الرأس نقل من الموقع اللي عم بحكي عليه، أخذوه لوين؟ أخذوه على الجامع الأموي ودفن هنيك. وين؟ ما عرفت. يقال أنه دفن، أو قريت أنا لأني أنا قارئ قبل كل شيء، كان دفن هو بالرواق الشمالي من جامع بني أمية، في غرفة خصوصي من ضمن هون، في هون حطوا الرأس. ما بعرف إذا في رؤوس تانية، أنا سمعتهم في رؤوس تانية كمان بنفس المحل، بس شو ما بعرف. حاولت أعرف وكلهم كانوا يقولوا لي ممنوع
ما بصير تفوت. طيب ما بدي فوت أنا، بس بدي أعرف. والمراجع كتيرة، وكان كل واحد عم ينقل من الثاني، وبالتالي أنا ضعت بيناتهم لغاية لما أني سألت. أنا ناس كتيرين سألت وأغلبيتهم ما بيعرفوا هل الرأس موجود فعلا هنيك، أم هو فعلا كان لا يزال موجود بالمقام تبع رقية. الحقيقة ما عرفت. بالتالي يلي بيعرف بصير بيقول لي عليها، وأنا بتشكره كتير. آخر كلامي، رحط أنا طبعا صور حلوة كتير عن الموضوع هذا بالذات، إنه مثل ما قلت الأحداث تتكرر دائما. هلأ حاليا نفس الشيء، الممالك كانت من أول تضحي بواحد بيقول لحاله خلاص يعني هدول ممكن ياخدوا هاي وخلاص حاجة، لا لا هدول ما بستنوا. الغزو لما بيجي ما بيسأل على شيء، بيدمر كل شيء وبياخد كل شيء. بعدين البل بصير عند أول وحدة، بعدين للباقي كلياتهم. يعني وان فكر حالنا انه نحن خلصنا او انقذنا حالنا، هذا شيء مو صحيح. ونثق بالغازي لا يمكن. كم بين المحتل محتل وده ياخذ كل شيء لمصلحته الشخصيه، ويلي بده يعاوننا لمصلحته الشخصيه. واكبر دليل على الشيء هذا، معلش لا ارجع كمان بالاحداث، لما هولاكو حاصر المدينه، مو هو بعد ابنه، كان ابنه اسمه اشموط، حاصر المدينه لمده سنه ونص، جاب هو ناس من ارمينيا يلي هن مسيحيه، اخوانها المسيحيه، كانت منطقه ارمينيا منطقه مسيحيه ولا تزال تقريبا هيك بالشكل هذا، وجاب ناس كمان من السلاجقه كمان ساعدوا، يعني حتى السلاجقه شو لهم دور، المهم السلطه، المهم انه النفوذ. كمان مين كمان اجوا البيزنطيين حتى كمان اخطاوا خطا كبير، انه يلا نتعاون مع مين؟ نتعاون مع هولاكو ومع اشموط مشان حتى انه ناخذ المدينه. لكن بعد منها هولاكو ما ترك حدا، لم الكل. اسف اني طولت كثير عليكم، بس هي الاحداث هلا حاليا موجوده منشوفها. ويلي بيقول انا خلصت، ما خلص. انا ما بدخل بالسياسه، لكن فعلا هي بتشوفوا دائما الاحداث عم تتكرر. اهلا وسهلا ومرحبا، شكرا لمتابعتكم.